إليكم ذوي آل النبي تطلعت نوازع من قلبي ظماء وألبب وجدنا لكم في آل حاميم آية تأولها منا تقي ومعرب فإني على الأمر الذي تكرهونه بقولي وفعلي ما استطعت لأجنب يشيرون بالأيدي إلي وقولهم ألا خاب هذا والمشيرون أخيب فطائفة قد أكفرتني بحبكم وطائفة قالوا مسيء ومذنب يعيبونني من غيهم وضلالهم على حبكم بل يسخرون وأعجبوا وقالوا ترابي هواه ودينه بذلك أدعى عندهم وألقبوا. ما هي حاجتك يا امرأة؟ أنا زوج الكوميت بن زيد الشاعر حبي بنت نكيف الأسرية. وماذا تريدين؟ إنما أردت زيارة زوجي في سجنه والاطمئنان عليه. لا حاجة له بزيارتك ولا حاجة لك بزيارته، هو بخير، نطعمه ونسقيه ونريح الخلق من لسانه. بالله عليك لا تكن قاسي القلب، فضل اللسان. قد يخرج قريبا، فعودي إلى بيتك يا امرأة. لن يخرج، لقد أمروا بقطع يده ورجله ولسانه وصلبه. وماذا تبقى لك منه أيتها المسكينة إن كان حقا ما تقولين؟ بالله عليك ألا أذنت لي برؤيته؟ فقد تكون المرة الأخيرة التي أراه فيها. حسنا انتظري هنا. وميت لديك زيارة. ما الذي أتى بك إلى هنا يا حبي؟ أجئك ولو كنت في آخر الدنيا. ما غايتك يا امرأة؟ لا تكثر من الكلام وتعال معي. عاد إلى زنزانته. وما هذا اللباس؟ تعالي تعالي معي تعالي. يا أحمق يا خبيث، أتتبع النساء؟ عليك اللعنة، انصرف. ماذا عن زوجك يا أبا المستهل؟ هذه عند ابن زياد، هو يتولى أمرها. وهل رجالنا جاهزون ومستعدون ومستمرون على بيعتهم لنا؟ في ظاهر الأمر نعم، لكنني أشك أنهم
سيبقون على البيعة حين تلتحم الخيل بالخيل وتحتك السيوف بالسيوف، فلا يغرنك قولهم ولا أعدادهم. بقولك هذا تشككني بمن بايعني وعاهدني على الثأر لمقتل جدي الحسين. هكذا هم أهل الكوفة، كما نكثوا عهد جدك سيكثون عهدك. إني أعرفهم أكثر مما تعرفهم. لا حول ولا قوة إلا بالله. هيئ لي الطريق لأخرج من منزلك وأصل حيث أذهب بسلام. اسمع يا هذا، ليس معي من المال إلا القليل، لا يستحق أن يكون سبباً في قتله. خذ، هو في الرحل. لا تتحرك. أوسك يدل على أنك ماهر في الرماية. أما سيفك فلم تستعمله في حياتك قط، ولا أحسبنك من الشجعان. ما الذي تريده يا هذا؟ ومن أين تعرف الجبان من الشجاع؟ أما سيفك فلم يشرب الدم قط، أما قوسه فقد استعملته كثيرا حتى غدا لينا بعد قساوة. من يستعمل القوس لا يخوض عراك السيوف ولا يواجه عدوه ضربة بضربة. أما القوس فأنا أجيد الرماية وإصابة الأهداف، وأما السيف فللطريق، ولولا السفر لما أخرجته من منزلي. فأنا لا أقاتل أحدا ولا أرغب في ذلك، فإراقة الدماء محرمة عندنا. تقول هذا وأيديكم ملطخة بدماء الناس من مسلمين وغيرهم؟ فإراقة الدماء عندكم لعب له. ما أسهل أن يقول الخليفة أو الوالي يا فلان اضرب عنق هذا فتضرب عنقه ولا يعرف مصيره، فأي دماء محرمة تتكلم عنها؟ اعلم يا هذا أن هؤلاء لا يلتزمون بكلام الله، وقد ظلموا المسلمين قبل المشركين، بل قتلوا من أهل مذهبهم من المسلمين كما قتلوا من المذاهب التي تختلف معهم. تقول إنك لست على دين الخليفة؟ وما هو دين الخلفاء والحكام
الذين يظلمون الناس أي دين هو؟ لا دين إلا دين الله. تعال يا رجل وشاركني الطعام، ثم إن شئت أن تقتلني فاقتلني شبعانا، فأنا أكره أن أموت جائعا. أين راحلتك؟ لا أجد لك راحلة. أنا قد ربطتها هناك وأردت أخذك غدرا. أأنت رومي؟ واسمي قازان، وأريد أن أعبر هذه القفارة إلى بغداد. سنعبرها معا إذن. تعال يا رجل وشاركني الطعام، اجلس. سجن أمير المؤمنين؟ هل تعلم أنه قد أمر بقتل وصلب الكميت؟ وأنت تتركه يهرب؟ لقد خدعتنا هذه المرأة يا سيدي، إنها صاحبة كيد، إن كيدهن عظيم أيها الأمير. سأرى رأيي فيك قريبا، وأقسم بالله سأجعلك عبرة لما يعتبر. أما أنت يا عدوة الله، أتحتالين على أمير المؤمنين تخرجين عدوه من السجن؟ ليس عدوا لأمير المؤمنين، بل هو عدو لك يا قصري، وأنت تنتقم منه باسم الخليفة هشام. حسنا، ضعوها في السجن مكان زوجها. هيا. أهلا بك يا أخي. هل انتهيت من صنع القيود؟ أمهلني برهة يا سيدي. تفضل يا سيدي. سلمت يا دار. وأين أجري؟ هذا أجره. الحبال بالقيود. اذهبا إلى دياركم آمنين. أيها الناس، أنتم مقبلون على عمل يضمن لكم سعادة الدنيا والآخرة. إن الوقوف مع آل محمد ليس كالوقوف مع أحد. حدثني أبي علي بن الحسين وهو آخذ بشعره قال: سمعت أبي الحسين بن علي وهو آخذ بشعره قال: سمعت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وهو آخذ بشعره قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وهو آخذ بشعره قال:
من آذى شعرة مني فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله عز وجل، ومن آذى الله عز وجل لعنه ملء السماوات وملء الأرض. وتلا قوله تعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. بعد الذي سمعتموه ما أنتم فاعلون؟ الرضا بآل محمد. الرضا بآل محمد. أيعقل هذا؟ رجل واحد يقتل أربعة من الجند؟ أجل يا سيدي، قتلهم ثم ذهب في حال سبيله. أنا رأيت الأسيرين. إلا من لسان صليط لم نتمكن من قطعه بعد بسبب غبائكم وقلة حيلتكم. أين الكبيت؟ لا ندري. لا تدرون؟ أين؟ أين ذهب؟ هل انشقت أرض الكوفة وابتلعت؟ إننا مشغولون بمن هو أهم من الكميت بكثير. من؟ زيد بن علي. ففي الكوفة حركة مريبة، الكثير من الغرباء يأتون إليها ويغادرونها، لا نعرف بمن يتصلون ولا حتى ماذا يفعلون. لابد أن أمرا ما يتم في الخفاء وتحت جناح الليل. لا أريد لزيد أن يغيب عن أبصاركم لحظة واحدة، لا هو ولا رجاله. سأبلغ ذلك للجند في الحال. سليمان بن عبد الملك يتولى إمارتي أرمينيا وأذربيجان، مسلمة ومعاوية يتوليان قيادة جيش الفتوحات. لا أريد لفتوحات عبد الملك بن مروان أن تتوقف. خذوا كل ما تحتاجون إليه من أموال وعتاد. أمر مولاي. We'll be right back.
هناك في بغداد سنقتل أبناءك أمام عينيك. لا تخف، فأنا بحمد الله أمين، لن ألمس شيئا من أموالك. هي أموال؟ أرأيت معي مالا؟ يا رجل، جئتني خلسة شاهرا سيفك علي وأنا أصلي، وعلى حصانك لا أجد متاع مسافر، وحينما وصلنا النهر لم تغسل إلا يديك ووجهك، وحينما تنام تنام بعين وتفتح الأخرى كالذئب. هذه أفعال من يخبئ شيئا. أنت تخبئ أموالك تحت ثيابك. اطمئن، فأنا بإذن الله أمين، ولست بحاجة إلى المال، ولا المال غايتي في هذا السفر. أيعقل؟ لم أصدق حين سمعت بالخبر. الأمير خالد القسري بكل كرمه وجوده وشهامته التي تتناقلها الألسن يزن امرأة، ولماذا؟ لأنها أحبت زوجها. يا ابن زياد، أنت تعلم علم اليقين من هو زوجها. لهذا جئتك أيها الأمير طامعا بحلمك وحنكتك، وأنت تعرف من هم أهلها وما عدد عشيرتها، فهل من مصلحة الأمير أن يستعديهم؟ أين أنت يا صخر؟ لقد جئتك بعمل. ما هي حاجتك يا أخي؟ سنخرج في قافلة كبيرة إلى مصر، ونريدك أن تجدد لنا كل شيء يحتاج إلى حداده من سلاسل ومسامير وغيرها، قد نحتاجها في الطريق. الحمد لله، جاء العمل في وقته. ماذا تقصد؟ لقد جمعت مبلغا صغيرا من المال، سأشتري به دارا صغيرة، اتفقت مع صاحبها، وبهذا العمل سأستكمل المبلغ بإذن الله. بارك الله لك بها وبارك لها بك، فأنت رجل طيب يا صخر. بقي شيء واحد. ما هو يا أخي؟ الزوجة يا صخر. الزوجة. أتزوج؟ من من؟ فقط قل أريد هذه وأنا سأخطبها لك. أراك على الموعد إذن. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله. تزوج والدي سهيل منذ عامين فلم يدعني، وأنا لم أذهب، ومنذ أسبوع وصلتني رسالة منه يعتذر فيها مني ويريد أن أسمي حفيدتي. والأموال التي معه هدية لابنه؟ لا لا لا، لحفيدتي.
مسكين، لم يعطك المجرمون فرصة لترى حفيدتك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خيرا اللهم اجعله خيرا. قل لي يا أبا عمارة، كم بقي من تجارتك لم يستأجر بعد؟ هل تريد ربعها؟ ثلثها؟ أتمانع إن قلت لك كلها. كلها؟ قد وصل الحداد يا سيدي. انتظراني، يبدو أننا سنتفق. اسمع يا حداد، لئن قصرت في عملك أو أخرتني عن موعدي أقسم بالله. أرجو أن لا تهددني يا هذا، فأنا لا تهتز في شعرة منك ولا من غيرك. إن شئت أن تستأجرني فافعل ذلك مشكورا، وإن شئت تركتني أعود لحانوتي. بل أستأجرك، أستأجرك. حسنا، إذن هذا الرجل يشهد له بالقوة والشجاعة يا أبا عمارة. أنا ذاهب لعملي. ألم أقل لك؟ وما أدراني أنك لم تقتلهم طمعا بهذا المال. المال عندك، دع لي بضعة دريهمات أصل بها إلى بغداد وخذ الباقي لك. أرواح الناس عندك رخيصة يا هذا، تقتل وتدفن ثم تأخذ المال وتهبه لهذا وذاك. لم أهبك شيئا، إنما أعطيكه لأذهب الريبة والشك إن وجدا عندك. لن أخذ مالا حراما. صعلوك متق. أنا لست بصعلوك. وماذا تفعل هنا إذن؟ السلام عليكم. إلى أين أنت ذاهب يا أخي؟ لا أنصحك بالبقاء هنا، فالخطر يحيط بك من كل مكان. أي صعلوك هذا؟ لا ينهب المال ولا يقتل النفس، هو إلى إمام مسجد أقرب منه إلى صعلوك. لقد مات الفرزدق يا مولاي، فهل أهنئك أم أعزيك؟ إلى السعير، لقد كان هجاء فاسقا يرمي المحصنات، وبموته أراح واستراح. غضب هشام وأمر بحبس الفرزدق، فحبس بعسفان بين مكة والمدينة. فبلغ ذلك علي بن الحسين عليه السلام، فبعث إليه 12,000 درهم وقال: اعذرنا يا أبا فراس، فلو كان عندنا أكثر من هذا لوصلناك به. فردها عليه وقال: يا ابن رسول الله، ما قلت الذي قلت إلا غضبا لله ولرسوله، وما كنت لأرزأ عليه شيئا. ليت الله يخلصنا من خالد هذا وأخيه السفاح. أما خالد هذا فهو يفتقر إلى خصال الرجال والشرفاء، إنه يغدر ولا أمان له، له طبع أخواله. بمن غدر؟ ألم يغدر برزين؟ أيعطي الأمان للرجل ثم يغدر به؟ أهكذا يكون الرجال؟ ترى إذا كان بعض بني أمية يظلمون ويشربون الخمور في قصورهم ويجالسون الفتيات والراقصات، هل تنتظر أن يكون ولاتهم على غير ذلك؟ ورد. نعم يا أخي. احفظ عني ما أقول وابعث به إلى أهل مرو. تفضل. ألا أبلغ جماعة أهل مرو على ما كان من نأي وبعدي رسالة ناصح يهدي سلاما ويأمر في الذي ركبوا بجدي، وأبلغ حارثا عنا اعتذارا إليه
بأن من قبلي بجهدي، ولولا ذاك قد زارتك خيل من المصرين بالفرسان تردي، فمهلا يا قضاع فلا تكوني توابعا لا أصول لها بنجدي. ولكنهم يقولون عنه إنه هجاء يرمي المحصنات. ومتى سمعت فينا مدحا من السلطان وشيعته؟ قال إدريس بن عمران إن رجلا سمع الفرزدق يتحدث عن رحمة الله وسعتها، فاستغرب منه وسأله: ألك هذا الرجاء والمذهب وأنت تقذف المحصنات وتفعل ما تفعل؟ فقال الفرزدق: أترونني لو أذنبت ذنبا إلى أبوي أكانا يقذفانني في تنور وتطيب أنفسهما بذلك؟ ولماذا لم تطلب من عمك القرض الذي سألتنيه وهو رجل ميسور الحال والحمد لله؟ خصلة واحدة تمنعني عن ذلك. وما هي؟ أنني سأخطب ابنته ولا أريد أن يكون له فضل علي بذلك. في هذه صدقت يا ولدي، لا ترق ماء وجهك عن أختانك. وما هو سؤالك الثاني؟ ألا تجد أن استئجار كل هذه الجمال وكل هذا المال مجازفة؟ قد تجد خسارة في البيع أو يسلبها قطاع الطرق. بل إن ما سمعته سيجعل القافلة أكثر أماما. وكيف؟ إنما ذكرته لي من تعرض قافلة أبي عمارة للسلب والنهب سيدفع به أن يكون حذرا وسيكثر من الحرس. في هذه صدقت، لن يلدغ أبو عمارة مرتين. وأما الأهم، أني سمعت أن شحا قد أصاب الأسواق في مصر، فقلت البضائع من المخازن والأسواق، فهذا هو الوقت المناسب لقافلة طلحة، لذلك استأجرتها كلها لتكون العوائد أكبر. إلى أين تذهبون يا أحبائي؟ نحن في طريقنا إلى مجلس مولانا جعفر بن محمد. هذا الشيخ علوان رجل صالح. ولماذا لا تذهبون إلى الشيخ أبي عبد الرحمن فتستفيدون؟ ولماذا لا تحضر أنت عند مولانا جعفر بن محمد؟ أردت أن أنصحهم فنصحوني. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جئت أدفع لك ثمن الحديد، فأنا لم أدفع لك، فكيف ستشتري حديد؟ عندي ما يكفي لذلك يا عم، وسأأخذ تكلفة الحديد بعد أن أنتهي من العمل. يا عم، هل لديك مانع إن تأخرت عليك يوما أو يومين؟ أعلم أنك تحب عملك ولن تتقاعس عنه. لا عليك يا عمه، فأنت تعلم مخاطر الحدادة. ضحكنا من إصبع يا أبي نعيم وقلنا إنه رجل كبير طاعن في السن، أما كتفك هذه فلمن ننسبها؟ أين مال أبيك الذي استرجعته مني؟ أين أنفقته؟ قل لي. اسمعني جيدا، أنا لا يناسبني على الإطلاق أن يعيش أحفادي على مائدتي. ولكن أنا ابن عمها وأحق الناس بها. أحق الناس بها من ترضى به هي. بعض من العباسيين ينشطون بالتوازن مع رجال زيد، لأن اتفق الطرفان ضدنا ستحصل كارثة لا محالة تهدد ملك بني أمية. أتريد مني شيئا يا مولاي؟ وماذا تستطيع أن تقدم لي يا عمير؟ أي شيء تطلبه؟ أي شيء؟ أنت لا تستطيع أن تقدم لي شيئا يا عمير.
فكري بحياة ذلك الفارس النبيل، وفكري بحياة أبيك. أقسم لك إنهم ظلموه فيما اتهموه به. وكيف لك أن تحكم ببراءته؟ لأن ما اتهموه به كنت أنا من فعله. سألت الله أن يعطف قلبك علي ويرزقني من علمك، وأرجو أن الله تعالى أجابني في الشريف ما سألته. يا أبا عبد الله، ليس العلم بالتعلم، إنما هو نور يقع في قلب من يريد الله تبارك وتعالى أن يهديه. فإن أردت العلم فاطلب أولا في نفسك حقيقة العبودية، واطلب العلم باستعماله، واستفهم الله يفهمك. مانع ابن هلال، صاحبك قد جن. جن؟ مانع جن؟ نعم، إنه لا يكلم أحدا، صامت أبدا، طعامه قليل، ليس كغيره من السجناء، إنه لا يعطينا مبررا لضربه بالصوت.